معالي السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهره ومندوبها الدائم طبعا لدى جامعه الدول العربيه. والحقيقه معالي السفير يمكن كان ليه تصريحات برضو، يعني دي العلاقه ما بين الاشقاء بالتاكيد، والعلاقه اللي بتجمع الشعب المصري بالفلسطيني ووقوف مصر، وهي دايما يعني القضيه الفلسطينيه في قلب وجدان الشعب المصري. برحب بحضرتك معنا معالي السفير، اهلا وسهلا بسيادتك. مساء الخير. مساء النور. يعني معالي السفير، بدايه شايف ازاي اللي بيحصل في غزه والاتصالات المصريه والجهد المصري بالتنسيق مع الدول العربيه ومع حتى الدول الفاعله في هذا المشهد، او تقدر انها تؤثر لاحلال الهدوء وانهاء التوتر في القطاع؟ نعم، المشهد في قطاع غزه يتحدث عن نفسه. نعم. جرائم حرب مكتمله الاركان، مجازر دمويه بشعه، استهداف للمدنيين، تدمير منازل المواطنين على رؤوس أصحابها وساكنيها، قتلى بالمئات، جرحى بالمئات. يمكن أن نوصف المشهد في قطاع غزة بأن منطقة قطاع غزة منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، تعيش كارثة غير مسبوقة. لدينا الآن 212 شهيد، بينهم 61 طفل، 36 امرأة و16 مسنا، بالإضافة إلى أكثر من 1400 جريح، غالبيتهم جراحهم خطرة وحرجة، مما ينذر بارتفاع عدد الشهداء. هذا العدوان الإسرائيلي المستمر فعلا يتطلب جهدا دبلوماسيا إضافيا من أجل وقفه بشكل فوري وعاجل. مصر الدولة الشقيقة الكبرى، الدولة الوازنة في المنطقة والعالم، بادرت منذ اللحظات الأولى لوقف هذا العدوان، كما عودتنا دائما أن تتدخل بشكل فوري وعاجل لوقف العدوانات على قطاع غزة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التحرك الفعلي والعاجل لوقف هذا العدوان. أيوة. واستمعنا إلى تصريحات سيادته اليوم حول هذا الأمر وحول ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ووقف كل ما يجري. أيوة. لأن في إقامة دولة فلسطينية هو صيانة للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. لذلك نحن نرحب بالجهد المصري والعربي والدولي، ونشكر مصر الشقيقة الكبرى قيادة وشعبا ورئيسا وحكومة ووزارة خارجية على هذا الجهد المبذول، وعلى إسرائيل أن تستجيب. إسرائيل إذا مصر تدخلت وطلبت، على إسرائيل أن تستجيب. هذه مصر. إسرائيل أخطأت خطأ كبيرا بتعنتها ورفض التدخل المصري أو رفض الطلب المصري. على إسرائيل أن تستجيب لوقف هذا العدوان بشكل فوري وعاجل، لأنه ليس هناك ما يبرر استمراره، ليس هناك أهداف كما تدعي إسرائيل. كل ما تقوم به إسرائيل هو قصف وقتل المدنيين الأبرياء الموجودين في منازلهم على مدار اللحظة، خاصة في ساعات الليل، حتى لا يتمكن سيارات الإسعاف من الوصول، حتى لا تتمكن أطقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذ ونقل الناس إلى المستشفيات. دور المصري والعربي معروف طبعا، لكن رأيك في المجتمع الدولي ودوره والإدارة الأمريكية ويعني والمنظمات الدولية، شايف إزاي تعاملهم وتعاطيهم مع هذه الأزمة ومواقفهم في ظل التصريحات اللي بقينا نسمعها يا فندم؟ والله أولا مجلس الأمن الدولي باعتباره أعلى هيئة دولية وقف عاجزا كعادة تجاه ما يجري في قطاع غزة وفي مدينة القدس والأراضي الفلسطينية. المجتمع الدولي يعني هناك رفض وإدانة واسعة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية ودول كثيرة في العالم. نحن استطعنا وتمكنا من خلال الجهد العربي المبذول، مصر، الأردن، السعودية، فلسطين ودول أخرى، أن نخلق وأن نكون جبهة دولية واسعة عريضة ترفض وتدين ما يجري. لكن العبرة وين؟ العبرة أن الإدارة الأمريكية صاحبة القرار المتنفذة التي تعطل عمل مجلس الأمن وإصدار قرار في مجلس الأمن هي المسؤولة إلى جانب إسرائيل عما يجري. على الإدارة الأمريكية أن تتدخل بشكل فاعل وأن تنحاز إلى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي لوقف هذا العدوان. إذا أرادت أمريكا أن يتوقف العدوان يتوقف العدوان، لكن أمريكا تقول لإسرائيل وتطالب إسرائيل بخفض مستوى العنف. يعني ماذا يعني هذا التعبير بخفض مستوى العنف؟ المبعوث الأمريكي وصل إلى المنطقة واجتمع مع مسؤولين إسرائيليين، واجتمع اليوم مع السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية،
يعني امريكا مطالبه ان تتدخل، تقدر يتحمل امريكا واسرائيل كامل المسؤوليه عما يجري، على امريكا ان تتدخل بشكل فاعل لوقف هذا العدوان، وهي قادره على وقف هذا العدوان، ولجب ما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. يعني في قراءه، ويمكن دكتور صبحي معايا في الاستوديو، دكتور صبحي عسيله الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، وكثير من المراقبين كمان معالي السفير تحدثوا ان اللحظه الان مهيئه لحل الدولتين، بمعنى مع تغير الاداره الامريكيه صحيح ما فيش جديه في التعامل مع الامر وانهاء هذه الازمه على الفور، لكن انه عادت للاذهان مره ثانيه القضيه الفلسطينيه لصداره المشهد بعد التوتر اللي كان وما زال موجود في بعض الدول العربيه وما يسمى بثورات الربيع العربي، فتوارت هذه القضية عن الأزهام، لكن دلوقتي مع الخسائر كمان اللي يعني بتحيط بالجانب الإسرائيلي، ممكن تكون الفرصة مهيئة فعلا ليكون في حل سياسي لهذه القضية. إيه المطلوب لدفع هذا الحل على أرض الواقع؟ حل الدولتين هو يشكل أساسا متينا وقويا لأي حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن 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 حل، فهذا الحل يجب أن يكون في إطار مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية. يحدد. نعم. وهذا أن يطلق عملية مفاوضات جادة ذات سقف زمني برعاية الرباعية الدولية، برعاية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، برعاية دولية من الأمم المتحدة، حتى لا تستفرد إسرائيل وتجعل المفاوضات مفاوضات من اجل المفاوضات كما حصل على مدار السنوات الماضيه. هذا من جانب. من جانب اخر، الحكومه في اسرائيل هي حكومه يمين، حكومه مستوطنين. اسرائيل تعيش ازمه سياسيه منذ سنتين، اسرائيل دخلت ثلاث مرات انتخابات عامه وغير قادره على تشكيل حكومه، لذلك ايضا المسؤوليه ملقاه على عاتق اسرائيل بالاستجابه الى نداء السلام والجلوس على طاولة المفاوضات في إطار مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. نحن في فلسطين كما أكدت القيادة الفلسطينية والسيد الرئيس، نحن جاهزون، نحن يدنا ممدودة من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات وبناء سلام عادل وشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وليس مبدأ السلام مقابل الاقتصاد، السلام مقابل الهدوء، السلام مقابل تحسين الشروط الحياة الإنسانية. نحن أصحاب أرض محتلة، نحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وقامت دولتنا عليها. هذه الدولة يجب أن تكون متصلة قابلة للحياة ذات سيادة، ولا تنتهك من إسرائيل كما يحدث الآن. يعني إسرائيل قوة غاشمة في المنطقة. ما الذي يضمن؟ نحن نريد ضمانات دولية أن إسرائيل لا تنتهك سيادتنا كما تفعل الآن في كل مرة تشن فيها عدوان على الشعب الفلسطيني. نحن ملتزمون بالشرعية الدولية، نحن ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية، نحن ملتزمون بما يمليه علينا المجتمع الدولي. معالي السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، بشكرك شكرا جزيلا.